هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حر رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط للرياح إنما محدود على بعض المناطق، وده مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا على درجات الحرارة النهاردة وموجة الحر دي مكملة معانا لحد إمتى وإيه سببها؟ بالفعل احنا اليوم مكملين في ارتفاع في درجات الحرارة. يمكن احنا بدأنا من نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع ده موجة ارتفاع في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، لأن احنا بنتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي اللي في طبقات الجو العليا معاه زيادة في القيم الضغطية في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، دايما مرتبط المرتفع ده بزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، حبس كميات الرطوبة كلها في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد وجود المرتفع الجوي على ارتفاع درجات الحرارة وقيم درجات الحرارة. بالإضافة كمان على سطح الأرض بتتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي معاه كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط، بمرورها على البحر المتوسط يحصل لها تعديل في قيم درجات الحرارة، لكن تحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فبتأدي لارتفاع نسب الرطوبة في الجو بشكل كبير. فاحنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة الكبير، ده بيخلينا نحس ان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. تعتبر درجات الحرارة اعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وزي ما بنقول احنا معظم المحافظات فيها ارتفاع في درجات الحرارة. يمكن امس واليوم بيكون ذروة الارتفاع خلال هذا الاسبوع، لان احنا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية، ودي تعتبر درجة الحرارة المقاسة في الظل. محافظات جنوب البلاد زي الأقصر وأسوان ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، هنحس المحسوسة على القاهرة الكبرى توصل ل 40 41 درجة مئوية، لأن دايما نسب الرطوبة بتزود ارتفاع درجات الحرارة بقيم من درجتين لثلاث درجات. عشان كده طقس فترة النهار هو طقس شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية، وخاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن أيضا خلال هذه الأيام في هدوء نسبي في سرعات الرياح. هدوء سرعات الرياح بيخلينا نحس بنسب الرطوبة بشكل كبير، وبيساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة دي على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، لكن الأكيد إن احنا بداية الأسبوع بنسجل فيه هي الأعلى القيم والذروة. مع نهاية الأسبوع هيكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 36 ل 37 درجة مئوية، يعني انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة هنفضل نحس إن قيم درجات الحرارة مرتفعة، هنفضل نحس بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة. بالإضافة كمان مستمر معانا تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية. مهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر ناخد بالنا بشكل كبير وتكون القيادة بهدوء تام. وطبعا الشبورة المائية بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا الساعة 7 8 صباحا الشبورة المائية بتتلاشى والرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. مهم جدا مع الموجة دي ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير، وأهمها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة من 12 الظهر لحد الساعة 4 العصر. الوقت ده اللي بنسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، قدر الامكان بلاش اقف تحت اشعه شمس بشكل مباشر فتره طويله. وكمان لو اضطريت ابقى موجود تحت اشعه شمس لازم يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 38 والصغرى 27، العاصمه الاداريه 39 26، اسكندريه 33 25، العالمين
العالمين الجديدة 32-24، مطروح 32-25، ودمياط 35-27، بورسعيد 36-24، الإسماعيلية 40-25، السويس العظمى فيها 39 والصغرى 26، العريش 36-24، كاترين 37-18، وطابة 38-27، حلايب 37-29، شلاتين 40-27، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 42-29، الفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 26، بني سويف 40-27، والوادي الجديد 25-28، أسيوط 42-28، سوهاج 42-27، قنا 43-28، الأقصر 43-28، وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 30. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية على مصطفى ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا جزيلا لكلامك.